سرها يا حمبار سنتي سورة البقرة هي راكم إذا بين أورندونا تبان كاد دقيقين هاي السنة إن شاء الله سورة الليلة سورة البقرة أحاديث صحيحة وأكثر أوري وكور كور رمى يسرتي إذا هي فضل جيدة وحكم إذا حديث صحيح مسلم كسر من حديث أبي هريرة نبي يقول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر وريهن حبالها كدقنا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة على معنى الحديث شيطان كو كعررا قولي قال لقو آخريو سورة البقرة محين كوين إن شيطان نقعررو وفإذا ذوين نهرادين إنما شربا وكام مقبا مركو الشيطان يمادنا وحبضنا الشرواء الأركاء قريهم حيث لخلافان رقا دمركا عيالكا إهلكا وشيطان نحتاجن شقد وين وقبطاوين وكالئريو داد أهلها يسكل فاقا وحل بعض يستقون إمام مسلم ورنيا من حديث أبي أمامة الباهلي نبي صلى الله عليه وسلم وحاول يقرأ سورة البقرة سورة الله لا سورة البقرة أخرية أي نودك يسألينها بين ذن فإن أخذها برك سورة إن لقاتها وبرك قاد الشدو وإن لقيبو إن لأخريو إن لقوع العليو إن لقوع عمل فلو وتركها حسرة إن لقتها سورة البقرة يدنا وامرقو وبركاته سنافي سقفك ولا تستطيعها البضلة سحر لياشنا مكران صدح معنى العلماء الغريب الحديث كورما سارينو ولا تستطيعها البضلة تذكى عاجسين تي محفذي كران أما سحر لياشو محفذي كران أوضو ملحا وكمقو ليستان الله موافقيو أما سحر لياشو قفك سورة البقرة صاحب كوا مرد بكران سيدو الهي بيد وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله حديث كالصدحات وحاو التلمام يا مدحد القرآن كوا سورة البقرة إن لكل شيء سلام والسلام القرآن سورة البقرة شيء ولبا كرس بولي كرس كقرآن كوا سورة البقرة بو نبي عليه الصلاة والسلام مركوا ملاحظة القرآن وصورة ديو داري آيات ديو داري باكو شرطة آيات ديو فضل بطنية باكو شرطة إمام القرطبي رحمه الله مركو كوا رمي صورة قفك يقان أما برتاين ونقون يفقيه يقف علمك أحكام توحبتاك يقان أما وشرح يأريك أما قعيد يحكم إذا سورة البقرة سنام القرآن فصلات سورة الفصلات أما فصلات القرآن وتنبوغي القرآن كهو ذا الإصناع وحاولي وحكوشرة كن أمر كن نهي كن خبر أمر هذا كوشرة وكن وحيابه إلهي دحل هذا الدين يا وكن خبر خبر كي ورك كوشرة وكن سادر هذا بي تنبوغي القرآن كنقط وحكالو النبي حسي عليه الصلاة والسلام حديث كأفراد ترمذ ورن يسنى حسنة وقصه نبي عليه الصلاة والسلام علبه دري دون يان ودره فاستقراهم القرآن وحوي القرآن كيف ودي هذا محاتق أنا هذا محاتق أنا هل كان يمكن من التاريخ اللي هو ديمس كورس بتسوق عتيم ديمس كورس ديمس تقال بتسوق عش نيجي واحد كأجى يا قف قلبي يسوي هوا كقرآن كتشره هذا وين تاتق أنا هذا وين تاتق أنا نبى نيرى أبو صامر رجع ويرى كمدة هذا ما حتى قال نبي أنا وحنا قال نقول كذا وكذا سورة دا سورة دا سورة دا يا سورة البقرة سورة البقرة نوانها يا أبي مركب حلا معك سورة البقرة سورة البقرة الحفظ السنتي ها أبي إذهب فأنت أميره حتى بورا نقاش يقول أوك حي علك هذا كم مدح لنا عيانتي وأوينيت كم إذا بهذا وحوري
suuradda inaan xafido waxa ii diiday ama iga hor joogsaday waxaan isla xaqeeda siin kari mayst laakiin waan xafidi kari lahaa buu waa la igaga guulaysto koobka waa la iga qaaday buu leeyahay wuu ka murugaysan yahay qisa kale suuratul baqara meesha lagu akhriyay haddii shaydaanku ka cararay malaa'igta dul tuban oo hoganaysa bukhaari bay qisada ku suganta min xadiidi usayd ibn xudayr allaha ka raali noqdo habeen baan suuratul baqara ku cibaadaysanayaan akhriyay buu faras ba agtayda ku xidhan ina yaroon dhalo yaxya la yidhaahdaana oo yar agtaydu jiifaa markaan suuradda dareeriyeen akhriyeen ku cibaadaysanayo faraskani wuu wareegaa kolkaasaan inan ka yar uga baqdo waxaan isla wuu jeedhi haddana waan akhriyaa haddana wuu wareegaa haddana waan akhriyaa haddana wuu wareegaa markii dambe ka joojiyey buu dusha saraan eegayo waxaan arkay wuu daruuro waaweyn oo tiriya ka muuqanayaan qisadii baa nebiga u sheegay buu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu yidhi malaa'igtida haydo dhegaysanaysa qur-aankaasoo ku soo ururtay haddii aad ku wadi lahayd subaxdii baa la arki lahaa buu waa halkaa joogi lahay laakiin waad ka baqato oo adigaa joojiyey marka suuradda iyada culammada dibiguna waxay u yaqaanaan miinabaadhka sixirkaa la yidhaah ilaa waa kan nebigu yidhi walaa tastadiicu hal badala sixirlayaashu ma karaan inay wax isku hagaajiyaanba ma karaan meesha suuraddan lagu akhriyo iyo cidda akhriyaysa toona qisooyin badan 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 baa laga qoray oo macruuf ah nin sheekhaa wuxuu ka warramayo ka dhagaystay cilmigu waxna waa la akhriyaa waxna waa la dhagaystaay oo looga qaateenoo muxaadaro jeedinaya qiso jiddo ka dhacday uu ka warramayay iyo dad ilaahay uu ku ilaaliyay suuratul baqara sidaa nebi maxamed uu sheegay sallallahu calayhi wasalam nin baa wuxuu jeclaaday inan jaarkiisa ah oo wadaadahoo cibaadaysata waa nin dhallinyara iska dhan xiira wadabanada xiira yara michaelka isu yara egeysiiya inantii markaa waxay tidhi dee waad fiican tahay sida kale ah laakiin dee diintaadaa daciif intaad sidaa tahay aniguna dee tafsiirkan akhriyayaao islama jaan qaadi karayn wuu ku celceliyo sidii bay ku qaadan kari weyn markii dambe wuxuu jacaylkii baa dhinacaan ula kacado demad wadaad bay iska dhigtid buu waa ka dhabanaxiirkii iska daaya timihiisa caadiya u xirtay qamiiskii buu qaatay safal awal ku istaagay qamiiskii intuu gaabsaday cadagiina dhagtu soo saaray yaa iga wadaadsan buu leeyahy waay markuu xoogaa ku waday inantii way iska aamintay oo way guursatay xoogaa markuu qabay ayuu sidiisii hore ku noqday ilaa waa diin lagu doonayay ruux dumara guurkeeda iyaduna sideedii horey ku noqotay maanaa layga xigaabayd haddaad sidaadii hore ku noqotay aniganay qaadan kari mays sidoo ii iman mays waa iska joojisay jacaylkiina waa hayaa shaydaankiina diintii u dii maxaad yeeshaa buui markaa mid sixirlaa buu u tegay marka warbalinantan ii shiriib xidh buu leeyahay madiideyn baa la odhan jiray soomaalida waa la qallaxayaa qofkii sixir baa loo adeegsanayaa jiban khuraafaadlaa loo tegaya ninkii wuxuu ihi bal toddoba cisho kadib igu soo noqo toddobadii cisho markuu ku soo noqday baa wuxuu ihi waxaagi waxba ka suuroobi maaya hawsha aad sheegaysana ma furin karo oo gabadha waxba kaagama tari karee mid iga dubaalo dheer baa jira oo khuraafaadla iga sii weynaa oo meel heblaayo jooga bal xaafad heblaayo kiina wuu tegay toddoba cisho kadib igu soo noqo buu markuu toddoba cisho kadib u yimid buu waxba iga suroobi waayan arrintaadii waxalla waxaan dhaqaajin karaa ma jiro ee balka booska noogu weyne balaayada u weyn xambaarsan sixirlaha u weyn hindiyuu joogaa e hindiya tag qalinkaana ku dhacday iskamuu harine diyaarad buu qaato kiibii hindiya ugu tegay kiina wuxuu ihi toddoba cishoysu anaa basbaaska u weyn marinaye toddobadii cisho kadib buu kusoo noqday isagoo xanaaqsan buu yimi oo cirkaa maraya isagii u cadhaysan wuxuu ihi agtaydana ha soo marin mar dambena ha yiman operationkaaga iyo hawsha aan galay boqol kun oo askariyo jina baa iga dhintay buu guriga gabadha aad sheegaysa gurigeedana si joogto ah baa suuratul baqara loogu akhriyaa buu marka wax kaaga suuroobayaa ma jiree orod iska dhaqaaji dibna ha igu soo noqon dee kabiirkii u weynaa ee kaafirkii u weynaa buu u tegay
halkii uu ka soo hulaalay isagoo hungoobay wax badan 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 baynu ka arkay aniga waxaan u soo joogay qola magaaladeenana ayaa reerkii wada xanuunsaday aqalkii waxba ka uraya 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 culimaan bal suuratul baq wixii markaa uraya waa la arki laayay meel laba waa laga arki waayay suuratul baqara waa la akhriyay waa la akhriyay bisad madow oo halkan quruntay oo waxa lagu soo qabtay baa taalaba intii hore lama arkaynin waan u soo joognay arrintaas laakiin markii suuratul baqara la akhriyay baa ilaahay kashfiga uu ka qaaday iyo wixii la qarinayay almuhim waxa casharkan ii geeyay faa'iidada iyo sirta iyo xikmaddu iyo dawadu agteenay taallaa sharciga ilaahayna way ku jirtaa waa inaynu ku dhaqanno inaan saloogin weliba waqtiyada qiyaamulaylka marka lagu akhriyo habeenkii salaatulaylka ee lagu sii celceliyo ee aan laga daalin baa dawada weyne ay ku jirtaa bay ilaahayna culimadu waxaa laakiin iska macruuf oo jira shaydaanku wuxuu dadka ugu sawirayaa inay suuraddii dheer tahay laba jis iyo siyaado tahay aan la akhrii karaynin dhaabad buu ka saarayaa halkaasaa markaa dadka fursaddu ay ku dhaafaysa هذا ما أقوله وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.